اهلا بكل متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. معاكم من محافظة الإسماعيلية شباب قدر يكافح سنة كاملة على الرصيف لحد ما وصل. شايفين العصارة قد ايه؟ العصارة بالظبط طولها متر، اقل من متر كمان، يعني 80 سنتي، يعني ذراع بالظبط على حجم الذراع، ولكن بتعصر قصب، بتعمل احلى عصير قصب. سلام عليكم. سلام عليكم، كيف حضرتك؟ شرفتينا الاول. ابراهيم. ابراهيم، يعني عرفنا نفسك، انت خريج ايه اصلا؟ بكالوريوس تجاره، حضرت دبلومه حقوقيه، و حضرت ماجستير، بحضر يعني ماجستير. مها صغير جدا، يكفي لاي مشروع في اي مكان في اي حته، يعني سهل جدا. يعني احكي لنا عن فكرة المكنة دي، ازاي لقيتوها وازاي دخلتوها من ضمن مشروعك؟ والله الفكرة جت من ان احنا كنا حابين نعمل حاجة مختلفة. طبعا يعني الحجم ده كفاية، يعني حاجة اول لما تشوفها انت هتفهم بيها يعني. فاحنا ان احنا نجيب حاجة بالحجم ده، يعني مكنة بالحجم ده وتبقى يعني وتعمل وتقضي الغرض وتبقى متاحة في اي وقت. والله احنا والله احنا قعدنا ندور يعني لغايه لما وصلنا لها. احنا كنا عارفين ان في معصره حجمها صغير، فقعدنا ندور عليها وجبناها من القاهره. سعرها طبعا كان غالي شويه، ايام كان في غلو شويه، دلوقتي متاحه يعني وموجوده ومنتشره يعني كتير. يعني نقدر نقول بتوصل، نقدر نفتح المشروع من بدايه كام لو عصاره زي دي؟ توصل ل 20 مثلا. 20؟ يعني يقدر كل شاب ما طبعًا مش يقدر ياخد حتى القرض الصغير ده اللي هو ب 20,000 ويعمل لنفسه المعصره دي. تمام. حلوه قوي قوي قوي، فكره جميله جدا وسهله يعني. جدا يعني ما فيهاش اي اختراع. عايزه اتكلم عن بدايه المشروع بتاعكم، ازاي وصلتوا لحد بصي. هو احنا الاول المشروع الاول ابتدى بالفاكهه. ممكن تعالي ممكن تشرفي تشوفيها. فاكهة؟ هي ابتدت الاول بفاكهه زي كده، كنا على اول الشارع هنا. بعد كده واحده واحده الناس ابتدت تطلب مننا. بعد كده الناس ابتدت تطلب مننا عصاير فريش، ابتدت تطلب مننا فاكهه متقطعه. فاكهه يعني فاكهه بس كنا زي كده بالظبط يعني. هي زي كده بالظبط، كانت على الرصيف. بعد كده الناس حبت ان هي يعني حاجه تتقطع زي كده مثلا. ده بطيخ اصفر، ده مانجاوي. بجد؟ والله يعني بطيخ اصفر فعلا. هو هناك هو هم مسمينه عشان من جوه اصفر فمانجاوي، غير البطيخ الاحمر بتاعنا. ده بيتصنع فين؟ فاحنا طبعا بنجيب. ابتديتوا مشروعكم بالفاكهه بس على الرصيف عشان تبيعوا فاكهه. تمام. موضوع بقى الايس كريم بعد واحده واحده بقى الموضوع اتطور معانا. الناس حبت طبعا عصاير، حبت فاكهه متقطعه. بعد كده حاولنا بقى، قلنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه لينا، فابتدينا ان احنا بالفاكهه نعمل ايس كريم. طبعا زي ما انت شايفه كده هتلاقي انواع كتيره مختلفه، واغلبيتها يعني اغلبيتها فاكهه. يعني لو هتلاقي هناك في تفاح، في اناناس، في خوخ، في يوسفي، يعني طبعا كلها حاجات يعني. طب دوح. يعني انتوا اللي بتعملوا الايس كريم ده ولا مين اللي احنا في مكان مكان خاص بينا احنا. يعني ازاي سر الصنعه بقى؟ نشوف يعني هنقول لحد. فتحت معمل. معمل صغير كده على قدنا، معمل صغير كده على لسه خلي خالص. لا هو ما مرضيش والله حاولت على قد ما اقدر ما رضيش. تعالى عندنا شغل مختلف بالفاكهه. طبعا 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 عندنا كل الفاكهه بتاعتنا دي. في اناناس،
عندك في بروق، في عنب، في بطيخ. ادي البطيخ الاصفر اللي انا وريته لحضرتك بره. لا البطيخ الاصفر، البطيخ المنجاوي. اه يعني منجاوي. بطيخ منجاوي. لا ده بطيخ منجاوي يا جماعه، اصفر يعني من جوه مش احمر. بصي كنا الاول بنقول البطيخه يا احمر يا احمر، لا دي حلاوه، صفرا لا بقى. دي صفرا منجاوي. دي طالعه صفرا. طب يعني نتكلم على 140. دي 140. طب خلينا بقى نتكلم على البسكوت. يعني انتوا ما شاء الله هنا شباب، هنا طبعا يعني فنان في كل حاجه. تمام. يعني انا شايفه الناس بتعملوا كمان الايس كريم، البسكوت بتاع الايس كريم. البسكوت بتاعنا طبعا احنا اللي بنعمله، احنا اللي بنصنعه. لا 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 مش من... لا احنا اللي بنعمل، احنا بنعمل الخامات بتاعتنا كلها عموما، سواء كان بسكوت، سواء كان وافل، عصاير، كل حاجه. يعني احنا يعني قلت احنا بنعمل، احنا بنعمل اكتفاء ذاتي من الاخر. قررت تقولوا للياس لا؟ اه طبعا. احنا سنه كامله قاعدين على الرصيف في فتحه. تمام. قررتوا ان انتوا تعملوا مشروع وتبتدوا بمشروع. تمام. فجبتوا المعصره. تمام. اللي هي القصب. طبعا مصاص القصب هي قلنا حاجه صغيره كده وفي نفس الوقت بتقضي الغرض. ثاني حاجه، ثاني حاجه ان هي يعني حاجه مختلفه، يعني فاهماني؟ ان انت بتعمل ايس كريم وبتعمل عندك فاكهه، فالمعصره برده يعني ضافت علينا كتير برده. حلو جدا جدا، فكرتها جميله طبعا، انها تكون قد كف وسهله وبسيطه. يعني يعني انا، يعني انا يا جماعه يعني عايزه اوريكم. حبيبي شكرا. عايزه اوريكم المعصره فين. المعصره يعني والله فعلا بجد صغيره جدا، ما تجيش طول 80 سنتي او 70 سنتي، يعني بالكتير قوي نقول متر، متر يعني متر بالظبط، متر محطوطة بالزاوية دي، وبيقدر كل شاب ممكن يفتح مشروع ليه بعصير القصب، خاصة في فصل الصيف والشتاء احنا بنحتاج القصب، قصب السكر، لانه بيظبط معدل السكر في الدم. يعني فكرة جميلة جدا، خاصة ان انتوا كمان فاتحين معمل للايس كريم، انتوا اللي بتصنعوا الايس كريم وبتصنعوا البسكوت. كل حاجة عندنا احنا اللي بنعملها، والوافل، وان شاء الله في مولتين كيك لسه بندخله جديد عندنا، فان شاء الله يعني يبقى في حلوة. في حاجه جديده. ثلاث شركاء. تمام. تمام. يعني جميل جدا ان انتوا ابتديتوا من الصفر وعلى الرصيف، لحد ما وصلتوا لان انتوا بتفتحوا المحل. تمام. وشايفه ما شاء الله، يعني انا شايفه يعني الله اكبر، يعني في اقبال عند حضرتك. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كان ايه بقى رد فعل اهلك في البدايه؟ تمام. او اهل بيتك لما كنت بتقعد على الرصيف عشان تشتغل؟ والله هو يعني اللي انا عايز اوصله ان الناس كانوا واقفين في ظهرنا، سواء كان اهلنا او غير اهلنا، يعني كل الناس كانت بتدعمنا، كل الناس كانت واقفه معانا، كل الناس كانت بتقول لنا استمروا، هتوصلوا، هتحققوا اللي انتوا عايزينه، ولغايه دلوقتي برضه هم في ظهرنا وهم معانا وهم بيساعدونا. طالما محافظين على سلامه والصحه. طبعا ما ده لازم، طبعا ده لازم، ده لازم. طب كلمنا بتحلموا بايه؟ يعني نفسكم توصلوا لايه؟ احنا عايزين المكان هنا يفضل يتقدم، نفضل نقدم حاجات كويسه، تفضل الموضوع يوصل لمرحله ان احنا خلاص بقينا احنا لينا اسم، وفي حد يقدر يجي ياخد المنتجات بتاعتنا، سواء كان ايس كريم، سواء كان عصاير، سواء كان وافل، سواء كان بسكوت، سواء يعني حاجات كتير قوي. يعني احنا بنطمح ان احنا نوصل لمرحله خلاص انا يبقى ليا اسم وليا منتجات موجوده في السوق، ناس كتير قوي قادر توفق ما بين ماجستيرك وشغلك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. قادر توفق ما بين بيتك وماجستير والشغل. تمام. حلو جدا، يعني حلو ان انت مكمل. طبعا ده دي اهم حاجه، دي اهم، هو التعليم اهم حاجه، هو لولا التعليم برضو ما كانش الواحد هيفكر ان هو يعمل اي حاجه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. زي ما حضرتك بأقل التكاليف كانوا قاعدين على الرصيف لحد ما قدروا يوصلوا للمعصرة اللي قد متر. اقسم بالله دي حقيقة. بقى بتقول ايه بقى؟ اقسم بالله دي حقيقة. ايوه يعني اقسم بالله دي حقيقة. انت احد الشركة. احنا من مؤسسين الشركة عشان تبقي فاهمة. انا محمد، محمد ناجي. يعني انت بتعمل ايه بقى؟ يعني انا شايفة ان كل حاجة متخصصة. الحمد لله، يعني هنا احنا يعني شغالين في مكسرات، عصاير فريش، يعني الحمد لله ليا يعني خبره في الموضوع ده، فهم سايبيني انا ايه اخد اخد الحته دي. بناخد الجزئيه دي، يعني ما شاء الله جميل. دي المكسرات اللي احنا بنستخدمها، يعني ما فيش حاجه اسمها سوداني، ما فيش حاجه اسمها يعني عين جمل، لو فوزدو وكاجو، يعني مش حاجات مكلفه يعني. احنا بنحاول ان احنا نظبط الشغل عشان الناس برضه يعجبها الاوردر بتاعنا. حلو جدا 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 فكره المشروع. وطبعا زي ما انت شايفه طبعا احنا الفاكهه عندنا يعني شفتيها. فاحنا عندنا الفاكهه، فبناء عليه احنا بنعمل اوردر يطلع كويس.
حلوة قوي، جميل جميل جدا جدا، يعني حلو ان احنا ابتدينا مشروع جميل وهيحصل قصب تاني صح؟ تعالى بقى نشوف القصب انت تاني. عجباك انت وحدة القصب؟ طبعا مشروع جميل، اي شاب يقدر حلو القصب حاجة بتاعنا؟ قولي كلمة، قولي كلمة، قولي قولي القصب عامل ايه؟ القصب بتاعها عامل ايه؟ جميل عسل. اه والله انا دوقته جميل قوي. الناس الجميله اللي جايه لنا عشان القصب مخصوص. القصب ايه اللي رايك بتاع القصب؟ القصب بتاعنا ايه؟ لا والله بسم الله يعني نقول قد البليه وبتعمل شغل. قد البليه وتعمل شغل. لا 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 قد البليه ان شاء الله يعني بتعمل. انا استغربت اللي هي قد كده وبتعمل قصب ما حصلش حاجه ناتشرال. لا لا جميل ومشروع شبابي حلو يعني ما حدش يقول لك انا محتاج مبلغ قد كده عشان اعمل مشروع. لا بتاع قد كده. الله الحمد لله الحمد لله تمام. شكرا لزوجك. شكرا. مبسوطة قوي ان في عصارة صغيرة وبتقدر تعمل منها زي ما حضراتكم شايفين شفشق كامل عصير قصب، والناس واقفة طوابير مستنية العصير اهو. كنا معاكم في تقرير شبابي جميل جدا، مشروع من شباب اسماعيلية قرر يقول لليأس لأ، قعد سنة على الرصيف ما يقس وقرر انه يكمل في طريقه لحد ما وصل للي احنا شايفينه ده. مثل يحتذى به من شباب الاسماعيلية. بتمنى كل الشباب يمشوا في الطريق ده وما يقولوش للياس وينسوا حياتهم ويقعدوا يندبوا حظهم اللي جاي واللي راح والحاجات الكتير. لا لسه العمر قدامك، كمل وكمل وكمل، اوعى تيأس وكمل حياتك وطريقك. شكرا ليكم وشكرا لكل متابعين ابو كبير في كل مكان. كنا معاكم من الاسماعيلية، رصدنا لحضراتكم مشروع جديد لشباب الاسماعيلية. شكرا ليكم وشكرا لكل متابعينا الكرام.